هذا الموضوع ديال ولاد بوتقبة الجزائريين طبعا، واللي هما جزء من الخليط ديال المجتمع في دولة جهة الجزائر. هذا الموضوع الإخوان الذي أثاره الدكتور الصنيبي، يعني تحية واحترام له، أثار جدلا في عدد من المنصات بدريعة أنه الدكتور الصنيبي لا يجب أن يتطرق إلى هذا الموضوع، وأنه يعتبر سقطة أخلاقية ولا يمكن أن يتم فتحه، وعيب وحشومة، ولينا عندنا ولو عندنا دكاترة ديال كذا، وذاك الخطاب. ولكن أنا هنا أولا باش نفهمكم هذا الموضوع ديال ولاد بوتقبة. جزء من الخليط في الشعب الجزائري إدبان الحقبة الاستعمارية العثمانية، لما دخل الفرنسي إلى الجزائر وجد على أن هناك فئة عريضة من المجتمع الجزائري تلبس سراويل متقوبة، أي سراويل فيها تقبة في الخلف. فكتب أحد الكتاب الفرنسيين، وأنا جبت لكم الجزء اللي كيهضر على هذه المسألة هذا، واللي جابها الدكتور الصنيبي بحكم أنه نقلها في إطار أنه كان يطالع الكتب التاريخية اللي مكتوبة على المجتمع الجزائري. من اللي جاب هذه يعني نشرها في إطار أنه ناقل الكفر ليس بكافر. وللأسف الشديد أنه بعض الإخوان المغاربة والذين كانوا ينتظرون كل زلة أو كل يعني ما هي، أنا لا أعتبرها زلة بالمناسبة، أنا لا أعتبر بل أعتبرها جزء من التاريخ، والذي يمكن أن التاريخ لا يمكن تزويره. ماشي مشي نقلب أنا الجزائريين غير الحاجة اللي زوينة ونجيبها ليه، غنجيب له العفن ديالو ونجيب له داك الشيء اللي خايب، باش يعرف التاريخ ديالو، باش يتكالم شوية وديك الفرفارة تبرد شوية. ناضوا واحد الإخوان قال لك ودي أن الدكتور الصنيبي حينما تحدث عن هذا الأمر يعتبر سقطة لا أخلاقية، كيفاش أن الدكتور يجيب بحال هذه المواضيع، كيفاش أن الدكتور بحجم الدكتور الصنيبي جاب هذا الموضوع هذا ولا يمكن أن يتحدث عنه كذا. بل أنهم شبههم الأمر أو زاد بهم المبلغ أنهم يطبلوا الدكاترة الحمير الجزائريين الجزائر، يعني لأنه جانا السينيال بلاتي نغير الصورة كتسينياليو واخا نرجع للموضوع. إخوان تكبس الله يحفظكم، جانا واحد الإرسال أغلبية المرة ما نطرحها الغالبين. قلت لكم الإخوة الكرام على أنه تكبس إخوان بارتاج الله يحفظكم، جانا واحد الإبلاغ على هذه الصورة، هذه الصورة دي الولاد قلت قباء ضرتهم، ضرتكم يا ويلي ضرتكم، هذا اللي جزء من التاريخ توم، ما لكم مرتاحينش يا صاحبي. انت فرحان حيت زدت 10 دراهم في البوطه، ما فرحانش حيت لقينا لك تاريخ من جزء من التاريخ ديالك اللي ما قدرتيش انت تلقاه. حنا راه دايرين معكم خدمه يا الجزائريين، يا ولاد بوتقبة رانا دايرين معكم خدمه، راه كنجيبوا لكم جزء من التاريخ باش ملي تقرا تاريخك تبرد لك الفرفاره شويه، وما تبقاش داك التشوكير وداك النيف، باش تفهم راسك على انك كما عندك واحد المجتمع خليطي، راه في ذلك المجتمع اللي انت كتشكر على عباد الله وتسب في الشعوب الاخرى، عرف انه مجتمعك فيه مساوئ كباقي الشعوب الاخرى. نرجع للب الموضوع. الاخ عبد الله الروكان فتح واحد اللايف وتحدث على انه سقطه غير أخلاقية للدكتور الصنيبي حينما تطرق لموضوع أولاد بوتقبة. وهذا الموضوع ديال أولاد بوتقبة ماشي الدكتور الصنيبي اللي كتبوا، وإنما جابوا من خلال واحد الكاتب فرنسي كتب عن رحلته إلى الجزائر، فوجد هذا النوع من الناس أو نوع أو جزء من الفئة عريضة من الشعب اللي كان في ذلك الوقت يرتدي سراويل فيها تقبة من الخلف. وحينما سأل هذا الكاتب الفرنسي ما سبب هذه التقبة في السروال، قالوا له أنه الذي يرتدي هذا السروال هم للأسف الشديد من الشواد، من يعني عموم الشعب، وهذه المسألة هي لتسهيل عمليات الإيلاج في المناطق الحساسة والغير حساسة. ولكن أنا ما أثرني في هذا الموضوع، ربما الأخ عبد الله الركان وياريت إذا ممكن تبارطاجوا له، باش أنا بغيتو يسمعني حقيقة باش ما يتسماش كنهضر في الخلف ديالو.
وحتى في الانتقاد ديالي انا كنت عارف الراي المغربي انه في الانتقاد ديالي لا يسعى الى انه يحط من قيمه الانسان او انه يسيء له بقدر ما انه يحطه عند بعض التناقضات، لانه انا ما بغيت نفهم اذا كنا سنعتبر ما اتى به الدكتور الصنيبي سقطه اخلاقيه من وجهه نظر الاخ عبد الله الركان وعدد من الاخوان اللي معاه، فكيف يفسر لنا الاخ عبد الله الركان الذي قال في الجزائريين انه ازيد من 4 مليون جزائري يعيشون من اموال الضعارة او من اموال ضعارة الجزائريات؟ فهذا الخطاب الاخلاقي الذي يدعو اليه هاد الناس هل هو حلال عليهم وحرام على الآخرين أن يثيروه، مع العلم أنه دائما نذكر بأن ناقل الكفر ليس بكافر، وإنما في إطار هذا الأمر كله أو هذا النبش في التاريخ يحدث في إطار واحد الحرب نفسية تمارس الآن أو استفزازية إن صح التعبير تمارس على المجتمع المغربي من خلال أولاد بوتقبة الجزائريين ومجهولي النسب مثل دومير طبيب الحمير الجزائرية وغيرهم. هذا الرد عليهم، واعتقد انه ما يمكنش انه الاخوان يجيني شي واحد يقول لي يا ودي ما تردش على الجزائريين، حيت الا رديت عليهم فانت تخدم النظام العسكري الجزائري في الزريبة الجزائرية. بالله عليكم واش هذا منطق؟ أي أنه أنا نسمع هذا الكلام هذا ونسمع هذا التطاول هذا ونسمع هذا التشوكير من خلال يعني التلفيق والتدليس ونجيبه ونسكت ونبقى مريح حيت إلا رديت عليهم غنكون كنخدم النظام العسكري في الجزائر، وهذا خطأ كبير جدا أنا في اعتقادي. ولكن أنا ما أريد، أنا الرسالة اللي بغي نوصلها هي انتبهوا إلى تناقضاتكم، لأن المغاربة راه ماشي دراري صغار، المغاربة راه كيسمعوا وكيشوفوا وكيتصنتوا لي لايف وغدليه انت كتقول واحد الكلام يناقض ما قلته سابقا، هنا كتفقد هذيك المصداقية في ذاك الخطاب. راه لا يمكن انك انت سوقت خطابا وهذا الخطاب اثار ضجة عند التيك توكيين الجزائريين بشهادته هو انه بزاف ديال الاخوان ما كيطلعوش مع الركان لانه ضرب في عرض الجزائريين حينما قال انه ازيد الاخ اللي ما تصنتيش، انا راه تصنت ليها هذه المساله ديال انه الركان ما قالهاش، قالها واعتقد انه الاخ عبد الله الركان غادي يعاود يقولها، وهو قالها اكثر من مره بالعكس، وهي كانت حقيقة لأنه كان واحد المعهد الفرنسي هو الذي دار واحد دراسة على مستوى المجتمع الخليطي في الزريبة العسكرية الجزائرية، فوجد أنه أزيد من 1,700,000 عاهرة في الجزائر، هذا رقم يعني إحصائي. فالأخ عبد الله الركان استشهد على ما أعتقد بهذا التقرير الفرنسي وقال أنه أزيد من 4 ملايين جزائري يعيشون من فرج الضعارة الجزائرية. هل هذا خطاب أخلاقي؟ هل هذا خطاب ممكن من يدعي أنه قام ومكان ومؤثر ومتحديث ويؤثر على المتأثر والمؤثر وعلى المتابع؟ هذه المسألة الإخوان ديال الكيل بمكيالين خطأ قاتل أنا من وجهة نظري، لأنه حينما ملي كنعرف أنا أنه مثلا الدكتور صنيبي جاب هذا الموضوع لأنه كاين عمل آخر تقام في الجهة الأخرى واللي للأسف الشديد ما عرفش علاش ما كيبغيوش يشوفوه، وأعتقد أنه الدكتور صنيبي والإخوان الآخرين الذين يعني يمارسون هذا العمل ديال انهم يردوا على الدعايه الجزائريه من خلال اثاره نفس المواضيع، يعني الطابوهات ومواضيع الدعاره داخل المجتمع الجزائري، مواضيع الانحلال الاخلاقي في المجتمع الجزائري، وحينما يقومون بهذا الامر كنجيو كنقول لهم انتم ماشي خدمه هذه، واش هذا مستوى دكتور، واش هذا كذا. اعتقد انه
ما يقوم به الطرف الآخر أيضا هم كيجيبوا لك دكاترة على مستوى قنوات جزائرية، وكيجيبوا لك بعض الأسماء وبعض بحال ولد أم حسن البوسبيرية وغيرهم بونيف و بزاف ديال البشر كيجيبهم لك في قنوات، بالإضافة إلى أنه الإذاعة الجزائرية الرسمية اللي هي وكالة الأنباء واللي هي ممثلة ديال هذه الدولة هذه تسوق خطابا ديال الطابوهات لا أخلاقي وترسخ في ذهنية الجزائري على أنه المجتمع الجزائري ملائكة، المجتمع الجزائري ما فيش الدعارة، المجتمع الجزائري ما فيش الفساد، المجتمع الجزائري ما فيش الانحلال الأخلاقي، المجتمع الجزائري ما فيش زنا المحارم، المجتمع الجزائري ما فيش مجهولي النسب. وحينما يأتي مغربي سواء كان دكتورا أو مواطنا عاديا أو تيك توكيا أو يوتيوبوريا وكيدير واحد الدور ديال أنه يكسر هاد العقيدة اللي كيمارس الإعلام الجزائري على ذهنية الجزائري باش أنه يبان ملائكة، كنجي كنقول ليه الجزائري كنبربقو أنا أو كيبربقو واحد الأخ آخر وتيقول ليه فيق الشريف، راه المجتمع ديالك كما فيه الصالح راه فيه الطالح، المجتمع ديالك راه فيه الوسخ، هاك قرا بغيتي من التاريخ تفضل ها هما التاريخ، ها هما الكتاب ديال التاريخ كتبوا على ما كان في المجتمع الجزائري، وها هي المعطيات والإحصائيات وما قاله يعني السياسيين الجزائريين على أن الدعارة جزء من البلاد، الدعارة جزء من الدولة. ملي كنجي أنا كنفيق الكرغولي الذي أصبح يتبنى في ذهنه أنه مجتمع ملائكة وكيطلق اللسان ديالو باش يطاول على الشعوب الأخرى وعلى رأسهم الشعب المغربي وبالضبط المرأة المغربية، ملي كنجي أنا كندير واحد الدور ديال أنه هاد ولاد بوتقبة اللي كيفتحوا الألسن ديالهم والترسخات في الدينية ديالهم أنه المجتمع المغربي مجتمع موسخ والمجتمع التونسي مجتمع الدربوكا والمجتمع كذا والمجتمع إلا المجتمع دياله هو، فأنا كنجي كنفيق ولد بوتقبة نقول ليه نوض شوف جدك كي كان باش أنه يلبدها شوية كما كنقولوا إحنا بالدارجة، يلبدها أي أنه يحطها الأرض تبرد له الفرفارة شوية، ما يتشكرش على عباد الله. وكما كيسعى النظام في الجزائر لأنه هذه الخطيرة الإخوان نبغيكم تنتبهوا لها، الإعلام في الجزائر أو في صح التعبير في الزريبة العسكرية الجزائرية وأيضا هاد أشباه أولاد بوتقبة من الشياتة والبيستاشين والمشمشيات الغاية الأساسية ديالهم هي تشويه السمعة ديال المجتمع المغربي، تشويه السمعة ديال المجتمع المغربي بكل الطرق الممكنة، بالتدليس بالكذب بالافتراء بالتهويل ديال الأحداث، كتوقع واحد الحالة شادة كيتم الترويج ديالها والضرب في المرأة المغربية. هذه المسألة هذه الرد عليها كيف يمكن أن يحل؟ عندك جوج الحلول الإخوان. الحل الأول هو أنه لازم على كل الإخوان اللي عندهم حسابات على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، وأنا هذه دائما أدعو لها، جميع الإخوان اللي عندهم حسابات على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي أن ينشروا كل ما تعلق بالمجتمع المغربي سواء كان تراثا أو تاريخا أو ماديا أو غير ماديا أو اقتصاد أو أي كان، أن ينشر في إطار إعطاء أو تسويق للمجتمع المغربي ولما يزال الموضوع. لازم أنه نشاركه مع الإخوان ونحاولوا بعض الناس يفهمونا شوية، لأنه كيتبين لي أنه بعض الأشخاص كيصحاب لنا أو كيصحاب لهم واش حنا سنين معهم كونترا ولا خدامين عندهم ولا يعني تقول داك الشيء اللي بغينا ولا انت راك ما تسواش. هذا المنطق هذا ما خصوش يكون وما عمرو غيكون، لأنه ربي خلقه فرق، كل واحد تيعبر على الافكار ديالو القناعات ديالو كيفاش كيشوف وتيحاول يمارسها من خلال هذا التطبيق ديال التيك توك. اما للاسف الشديد اننا نكون اوصياء على الناس. وعليكم السلام، مرحبا سي وخير، ديديكاس خويا زكريا العزيز، ربي يحفظك اخويا، نتمنى تكون بخير، وتحيه للاخوان اللي في الولايات المتحده الامريكيه كاملين.
الصوت ضعيف الاخوان، الصوت مزيان وخيرت خادم العتاب. الاخوان اللي ما ذكرتش شويه سميتو اعتذر منه، مرحبا بكم جميعا دون استثناء الاخوات والاخوان كاملين ربي يحفظكم. ف نحاول ان نعطي واحد شويه في اطار مشاركه ديال الافكار بينه وبينكم. اللي بغيت نقول للاخوه الكرام على انه التيك توك هو واحد التطبيق اللي من خلاله حقيقه تعرفت على بزاف ديال الاخوان واستمعت بزاف ديال الاخوان الاخوات اللي كنتفق معهم في بزاف ديال الافكار، كنشارك معهم في بزاف ديال الحويجات، تنختلف معهم في زوايا النظر، وجهات النظر، قراءات لبعض الاحداث، كيفاش كيقرا هو هذا الخبر، كيفاش انا كنقراه. هذه الامور هذه من الحويجات الايجابيه، ولكن للاسف الشديد باش انه الانسان يعتقد عند قرارات نفسه انه هاد المنصات المغربيه رغم اختلافها واختلاف اصحابها الناس اللي كيمارسوا حريتهم الشخصيه في انه يفتح منصه، يفتح لايف، يهضر في الموضوع اللي بغى، يناقش الموضوع اللي بغى، اللي كيعتقد على انه هاد المنصات ثانيه معاه كونترا، هاد المنصات خدامه عنده، تهضر وقت ما بغى هو، تسكت هاد المنصات وقت ما بغى هو، تفتح الموضوع اللي بغى هو. هاد المواهد المساله الاخوان ما خصهاشكم، راه ما غيقبلها حتى شي واحد، وهذه المسألة كتخلي الناس أنها تنفر من المنصات المغربية. وزيد عليها أنه فاش كنجيو حتى ملي كنبغيو نمارسوا الانتقاد، وهذه من الحويجات اللي خص الناس تراجع فيها نفسها، حتى ملي كنبغيو ننتقدوا واحد اللايف ولا واحد الموضوع ولا واحد العمل قام به واحد من الأشخاص اللي كنشتركوا معاه في بزاف الحويجات، خص يكون انتقاد عقلاني وما ننساش الماضي، وفقط انه زلق واحد الزلقه او اخطا من وجهه نظرك، نجي انا مباشره نمارس عليه واحد الهجوم لاذع ونضرب كل ما فات، وداك الشعر وداك التطبال وداك الطنب وداك الاغاني اللي كانت كتقال عليه نضربها مباشره في عرض الحائط. هنا بغيت غير نذكر انه كاين واحد النقطه سميتها وجادلهم بالتي هي احسن. الانسان حتى ملي تبغي تجالد الرسول عليه الصلاه والسلام من الري ربي قال ليه ملي تبغي تناقش الكفار بالتي هي احسن، هادو كفار، هادو لا يؤمنون بالله، بالتي هي احسن، ماشي بالسبان والتنقاص والتخوين والضرب وكذا. لانه الاخوان بغيكم تفهموني، راه ما يمارس على تطبيق تيك توك هو خطابات تحمل ايديولوجيا، خطابات عندها فكر سياسي، ومن حق اي واحد يتبنى الفكر السياسي اللي بغى، ولكن في اطار التوابد ديال البلاد. هذه المساله ديال التوابد ديال البلاد هي اللي فيها واحد شويه كل واحد كيفاش كيقراها، ولكن انا دائما اقول حتى العدو ديال اللي كيهز واحد الاطروحه، مثلا تنظيم البوليزاريو، نعطيكم مثال بسيط باش تقدروا تفهموني. تنظيم البوليزاريو هم انفصاليين خونه، كانوا جزء من المغرب، تبنوا طرح مخالف، اصبحوا خونه بحكم هذاك الطرح ديالهم. ولكن الطريقه باش كيتم التعاطي معهم، هاد الناس اش داروا؟ هاد الناس صنعوا واحد الاطروحه تسمى باطروحه البوليزاريو، تدعمها الجزائر. هاد الاطروحه تضرب في صميم الوحده الترابيه ديال المغرب. اش غيديروا المغاربه؟ المغاربه غادي يجيو يبقاو يسبوا فيهم، نجيو نبقى نقولوا يا انتوما يا كذا يا هذه، ابدا. وانما هذيك الأطروحة خصني أنا نفندها. كيفاش نفندها؟ نفندها بما أملكه من قدرات وترافع، وملي لقى أنا هاد النعيجة ديال البوليزاريو يمارس هذا الخطاب ديالو وكيسعى للترويج ديالو، لأنه الغاية الأساسية من هذه المنصات هي ترويج الأطروحة، وكذلك المثل مع بعض المغاربة ديالنا اللي كيسعوا باش أنهم يروجوا واحد الفكر ديالهم. هذاك الفكر ما كيختلفوا معاه بزاف ديال الناس، كيتفق معاه واحد الجزء. هذاك الفكر الا بغيت انا نضربو عرض الحائط او انني نبين انه فكر خاطئ، واش غادي نبينه من خلال انني نبقى نسب في صاحب الفكر ونبقى انا نعيب في صاحب الفكر؟ لا، غادي نضرب هذيك الاطروحه ديالو من خلال انني تكون عندي اذن تسمع، ونشدو من خلال التناقضات ديالو
ونشد هذيك الأطروحة ونفندها ونفككها ونجيب الدلائل القطعية على أن هذه الأطروحة لا تتماشى مع عقيدة الشعب المغربي، ولا تتماشى مع خطاب الدبلوماسية المغربية، ولا تتماشى مع توابد ديال البلاد. هذه هي الطريقة الصحيحة، لأنه إذا كان الحق يرفع من خلال خطاب قبيح فاعلم أنك ستخسر المعركة، لأن المستمع اللي هو المستهدف بالأساس، ونتمنى تفهمون الإخوان، المستمع أو الجمهور هو المستهدف بهذا الخطاب أو بهذا الأوديولوجيا اللي كيتم صناعتها من طرف أشخاص، يعني أوديولوجيا سواء كانت فكر يساري، سواء كانت فكر إسلامي، ممكن نقول إسلاماوي، أو أن الإسلام السياسي بعيد عن الإسلام، بعيد عن الدين الإسلامي، الإسلام السياسي. هاد الناس كيصنعوا هذا الفكر ديالهم وكيسعوا للترويج ديالو داخل الأوساط أو داخل الجماهير، لأن الذي يجعل الأطروحة تنتشر هي أن تتبناها الجماهير. وهنا كيجي الدور ديال المثقفين ديال البلاد، وكيجي الدور ديال الناس التي تعرف كيف يعني تناقش وتحاور، فأنها تشد هذيك الأطروحة اللي كيستهدفوا بها الجماهير وتفككها للجمهور وتبين لهم قبحها وتبين لهم خبتها وتبين الثغرات اللي فيها وتبين لهم السموم اللي كتحرك فيها وتبين لهم أيضا العيوب ديالها، باش بواحد الطرح اللي هو رزين، بواحد الطرح اللي هو عقلاني، وبواحد الطرح اللي هو سليم. أما أنه يكون معايا الحق ونهز هذاك الحق اللي معايا ونعمره بكلام غير أخلاقي، بكلام قبيح، فاعلم أنه هذاك الطرح ديالك لا يمكن أو ما غاديش القصد عند الجماهير، لأن الجماهير لا ترى فيك شخصا كفو أو عنده على الأقل المصداقية الأخلاقية في أنه يحلل ويفسر ويعطينا البديل أو أنه يتصدى لهذا الطرح. فنتمنى أنه ماريا، واش محملك ميارة ولا محملك حمدي؟ إلى عادوا محملينك قيمي عندهم وتكلمي معاهم، قولوا لهم راكي حملتيني على الله وعسى يقدوا يعطيك بداك الجنين اللي عندك فما. أما أنا راي نحملك ونحمل عشرة بيك وبي اللي جابوك. جماعة ما خينزوا شي من الحراطين العبيد، 51 عام من التطبال والتصفاط، ساكنة في خيمة وجاي تفتحي فمك على سيادك حرك بيك وبي اللي جابكم. وصلتوا هذا القوم، هذا القوم. انا لين سرطن البيك ونحملك، انا قاعد قاعد نشدك. ولاش جايه عندي؟ علاش جايه عندي تسمعي لي؟ انا اللي ما استنظر نفهمها يا الاخوان. واحد يكرهك ويجي عندك يتصنت لك والو، علاش؟ لانه واحد يكرهك ويجي عندك. فتمي سمعي، الرأي الخاسر ما هو خارج الله، الرأي الخاسر قاعد مرة مرة يا غير الإخوان تموا اللي دير اللي مو دير اللي زيادة يديرهم. المهم الإخوان، تمنى أنه هاد البداية اللي بديت فيها فقط باش أنه نحاول نفهموا الإخوان على أنه الصراع على مستوى منصات اللي كينا حاليا على تيك توك هو ماشي صراع منصات بقدر ما هو صراع أوديولوجيات وفكر. مي كنقول فكر يعني كاين ناس ترى انه استخدام الخطاب الغير الاخلاقي ضد الهوكستان يعتبر سقطه غير اخلاقيه للدكاتره. ولكن هنا انا اريد ان استشهد بمساله الاخوان. كنعرفوا جميعا انه غنبداو بهذه النقطه باش ندوز لهم، بعد ندوز للمواضيع اللي بغيت نشير لهم. كنعرفوا الاخوان على انه ناقل الكفر ليس بكافر. الاخوان اللي قاعد حدا باينود اللي كيتفق